طيب اللي هنعمله النهاردة هنعمل حيوان. الحاجة الجميلة في الموضوع ده انه الجسم هنعمله بمساعدة كف الايد، يعني هنرسم كف ايدينا على ورق ونقصه، وبعدين هنعمل من كف الايد ده حيوان، وكل واحد فيكم يختار الحيوان اللي هو عايزه. انت اخترت طائر الفلامينجو، وانت اخترتي الزرافة، وانا اخترت الديناصور. واخيرا استهدينا وعرفنا هنعمل ايه، لانه كل ما نختار حيوان ما نلاقيش لون الحيوان اللي احنا محتاجينه. انت طائر الفلامينجو او الفلامينجو؟ لا هو ممكن برضو، بس ده مش ورق، ده تخين شويه، فانت هتحتاج ده. انت الزرافه، بس برضو هي هتحتاج بني، هتحتاج حتت بني كده للزرافه بتاعتك. ممكن اسود صح؟ اه. وانا هعمل ديناصور. وانا هعمل ديناصور. اه بس ممكن انا برضو افتح واحده جديده واطلع منها اللون اللي عند ايوب، عشان انا عايزه اعمل الديناصور نفس اللون اللي عند ايوب. بموت في الالوان دي، حلوه جدا ما شاء الله. اه الوان كده مبهجه. اه اصفر لون برضو مبهج، يخلي الواحد يبقى مبسوط كده وفرحان. لا لا لا، حتى ده لو حققتي فيها هتلاقيه غامق شويه بس مش هيبان. ماشي جاهزين؟ نبدا بايد مين بقى؟ بايد انا. نبدا بايدك انت؟ طيب اهو قلم رصاص. هنحتاج اول حاجه قلم رصاص. احسنت يا سوسو. هبدا انا بقى ايه بقلم رصاص كده ارسم ايديكي. ماشي؟ خلي ايديكي ثابته كده. صح. طيب سوسو هتحتاجي تقصي دلوقتي، فين المقص بتاعك؟ تبدأي بقى تقصي بالراحة كده على قد ما تقدري، تمشي على الخط. سوسو استنجدت بيا علشان حست ان هي مش عارفة تقص بشكل متساوي. بالعكس بالعكس، انت شطورة قوي يا حبيبتي. شوفي شوفي يا جنة، تقدري تاخدي المقص بتاعك وبالراحة كده، بالراحة بالراحة هتلاقي نفسك بتقصي ممتاز من غير مشاكل. ده السبابة اسمه بالعربي. عايزة ايه يا جنة؟ أيوب هيعمل الفلامينجو أو الفلامينجو، فمحتاج كفين مش واحد بس. جنة مش محتاجة أكتر من كف واحد للزرافة، لكن أنت محتاج كفين. حاول ما تحركش إيديك. لا بحب اللون الروز، بس ما يبقاش قوي قوي كده، مش في اللبس، لكن للعين بيبقى مريح جدا اللون ده. قص بقى كده على رجلك واحده واحده، وحتى لو في اماكن كده مش متساويه قوي، انت برضو قص بشكل متساوي، فهمت؟ انا برضو علشان هعمل ديناصور محتاجه اتنين كفين زي ايوب كده. نقلع الخاتم ده كده ونفس اللون، وطبعا ممكن اختار لون تاني بس اللون ده عجبني حقيقة يعني. الورقة دي بتاعتك انتي. انت عارفة الزرافة بيبقى عندها نقط كده، نقط. اه بالظبط. ما عندناش اللون البني، بس اللون الاسود ينفع، فهرسم لك كده. شوفي وبيبقوا كده مش متساويين، كام نقطة كده سودة، وتقومي انت قصاهم بقى بالمقص الحلو بتاعك. دول علشان الودان، هنحطهم في الودان بعدين هتفهمي. والحته دي شوفي عامله ازاي كده، دي علشان ال اه فتحت كبيره فوق. ايوه بالظبط. الديناصور بتاعي هيبقى بغل علشان ايدي انا كبيره مش زي ايديك كنت صغننه. شفتوا اول ايد ليا، اول كف؟ جيب مي فايف. شوف كده لو المقاس مظبوط، البسوا الخواتم.
نقص بقى بالايد التانية. شفتوا بقى اديني خلصت اللي فينا. دي الاجزاء بتاعت سوسو، الكف اللي هيكون جسم الزرافه، والنقط السوداء هنلزقها على جسمه، والجزء ده اللي هنحطه على البوز على الفم يعني، ودول هيكونوا على الودان. ناقصنا دلوقتي بس الراس والودان. رسمنا راس وليها ودان، والمفروض كمان انت تعملي ايه؟ انت اللي تقصيها. يبقى لها الجزئين دول كمان كده، هنا كده. ايوه تقصيهم بقى عشان نلزقهم. الكفوف بتاعت ايوب اللي هي هتشكل جسم الفلامينغو هتتحط كده بحيث انه يعني اكنه صابع متشبكه شويه. وناقص بقى الرجلين، وناقص العنق والراس. عايزين راس وعنق ورجلين ومنقار وعيون. التفاصيل دي رسمنا دلوقتي المنقار ورسمنا السيقان. تقصهم بقى حبيبي ونلزقهم. ماشي جانا قصة الراس، ما شاء الله قصتها جميل جدا. وبعدين طلبت مني بس ان انا اسويها شويه كده ناحيه الودان. رائع جدا يا سوسو. كده الجسم، ودي الراس. لا احنا محتاجين، نسيت انا، محتاجين كمان حته طويله هنا اللي هي العنق. كده انت الزرافه بتاعتك يا سوسو بدات تجهز. ادي الايد وده العنق، هنشبكه فيه. ودي الراس، الراس هتبقى هنا تقريبا كده. فانتي تقدري تبدأي بها ايه؟ تلزقي الحتت السودة دي كده في اماكن مختلفة على الجسم، وبعدين نيجي بقى للوش. دي الراس وعنق عنق الفلامينغو او الفلامينغو، هنقصه. يلا توكل على الله حبيبي، ان شاء الله تزبط. اديني ساعدتك قصيت لك دول، حطيهم بقى هنا فتحات الانف. لازم تلزقي الاثنين دول. سوسو حطت العيون. جبنا احنا الورق التخين ده شويه، بس طبعا ممكن استخدام اي ورق، بس احنا جبنا الورق التخين اللي بيلزق. فبعد ما نقصه نقدر على طول نلزقه زي ما هو كده على الصوره اللي احنا بنعملها. علشان نعمل الديناصور بتاعي انا بقى هنحط الكفين جنب بعض كده بالابهام لبره من ناحيتين، من الابهام طالعه لبره. هنحطهم كده ونلزق فوقيهم الديناصور الكبير اللي انا هعمله في لون الاصفر. الديناصور بتاعي انا خلص ما شاء الله. ادي الكفين هلزقهم في بعض بس باللزق، والجسم هيغطي الحته دي كده. فلو كلنا مثلا عملنا ديناصورات، كل ايد هيبقى شكلها مختلف عن التاني. فمثلا دلوقتي ايوب اتضايق شويه لانه حس انه الفلامينجو بتاعه شكله يعني مش زي ما هو كان متوقعه. وده جمال الحيوانات دي، انه لما بنعملها ممكن نعمل نفس الحيوان بس كل حيوان بيطلع يعني مش شبه التاني بالظبط، لانه كل واحد فينا بيحط بصمته على الحيوان اللي هو بيعمله بحجم ايده وبشكل ايده وكده. وده الجميل في الحيوانات اللي احنا بنعملها. ايه رايكم بقى في الديناصور المحترم بتاعي انا؟ افتح.
كبير. لا ما فيش بكره ولا حاجه، بالعكس. شباب هنعلقهم على الخيط. انت كمان تقدر تختار لون من الالوان اللي بتلمع دي، الالوان اللي بتلمع سنجلانسا، وتحط مثلا هنا حاجه. اساعدك؟ ممكن اي لون هيليق، سواء ذهبي او روز او ازرق، زي ما انت عايز. هيوب هيعمل خطوط ويزين الفلامينجو، الفلامينجو بتاعه. ممكن طبعا، عايزه لون ايه؟ انا برضو كنت اقول لك ان الذهبي هيليق اكتر على الزرافه بتاعتك. طب ليه جاستك؟ عايزه خطوط؟ هتحطي الخطوط فين؟ على الرجلين مثلا؟ حار. ممكن. فكره حلوه. ليك دم ورب. ماشي.